طيب السؤال الثالث هنا الفريق عزيز، من مؤسس علم الجبر؟ جابر بن حيان ابن خلدون الآسف. عطنا السؤال يا كنترول على الشاشة، عطنا السؤال يا كنترول على الشاشة، من مؤسس علم الجبر؟ جابر بن حيان ابن خلدون الخوارزمي. جابر 700، ابن خلدون 850 نقطة، الخوارزمي 500 نقطة. مجموعة عزيز استعجلوا الله يرضى لي عليكم. يا ولد مجموعة عزيز شوشروم شوشروم شد. الخوارزمي دقيقة، من اللي تكلم عندكم يا شباب؟ صوت مرة ثانية، يلتغى السؤال يروح لهم. ثبت على الخوارزمي، أثبت؟ ثبت. الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ إجابة صحيحة. صحيح. أنت جبتها. أبشر وبس.